ترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. يكفي، الله يفتح لبعض. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا. أيوة. والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. بارك الله فيك. في اليتامى فيش في يتامى النساء
قل في يتامى النساء. مش التي اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. بارك الله فيك. أي اتباع امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما. لا لا فلا جناح ترجم فلا جناح كيوقف ترجم أو ترجم كمل فلا جناح عليهما أن يصالحا أو يحكي عن الفلوس سنين أن يصالحا بينهما صلحا هكذا والصلح خير ارفع سيف والصلح خير اي وأحذرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. بارك الله فيك. لبعض ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. بارك الله فيك. لبعض ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. بارك الله فيك. لبعض وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما والصلح والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. بارك الله فيك. إبعاد ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. بارك الله فيك. لبعض ويستفتونك في النساء قل كيما قلت باش تجبد قلبك في السماء بارك الله هذا عندك الوقت ويستفتونك في النساء
النساء ويستفتونك في النساء قل اعلم أقطع الصوت النساء أقطع صوت ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون لا ما تقطعش الصلاه يا اخي في بعد تعاون مشكل اللاتي لا تؤتونهن نشتغل بعد تعاون اللاتي لا تؤتونهن اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن لا ما عادش تعمل الكيك اقف اقف جملة واحدة بعد التعاون ما تقطعش القراءة بعد تواصل لا تعاون اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا شوية تزرق وان تقوموا لليتامى بالقسط وأن تقوموا لليتامى بالقسط. وأن تقوموا لليتامى بالقسط. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. يكفي بارك الله فيك. دي محل قرار وأقرب شوية وما تسرقش. إي نعم. إي نعم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. بارك الله فيك. ويستفتونك في النساء ست حركات يقف عليها يستفتونك في النساء السور
يوم تهز البترول ده جنب قريب من حوايج في مصر. ايه الصوت اللي تستقر في القران؟ ايه الصوت؟ الدرب عين 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 ما عندوش تقر. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. جيد بارك الله فيك. قال بعد وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن الصالح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا
وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. بارك الله فيكم. فضل بعد. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. ويستفتونك في النساء. نعم. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا والصلح خير. فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. جيد. بارك الله فيك. جيد. تفضل. اقرأ. عيد.